السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء، صباحكم سعيد. الساعة الآن هي 5:30 بتوقيت مدينة مونتريال، داكشي علاش باقي عندنا شوية ديال الظلام. غادي نبدا العمل حتى الساعة 6، إذا عندنا تقريبا واحد 30 دقيقة سوف أقضيها معكم للتعليق على النتائج ديال الانتخابات. للأسف الشديد كان الوقت متأخر شيئا ما، الوقت اللي تم الإعلان فيه على النتائج من طرف وزير الداخلية، وهاد النتائج هذه اللي صنفت حزب الأحرار في المرتبة الأولى متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ثم حزب الاستقلال. هاد الصباح أو قبل يعني لحظات السي عبد الإله بن كيران، كاين هناك واحد الوثيقة منسوبة للسي عبد الإله بن كيران مكتوبة باليد، تقول فيها بأنه هذه الهزيمة المدوية اللي مني بها حزب العدالة والتنمية، خاص رئيس الحزب اللي هو سعد الدين العثماني يتحمل المسؤولية فيها ويقدم الاستقالة ديالو، والنائب ديالو هو اللي يشرف على إدارة الحزب إلى حين تعيين رئيس جديد. حزب العدالة والتنمية السقوط ديالو البارح في الانتخابات خاصو يكون عبرة لمن يعتبر، ويكون درس للأحزاب اللي احتلت الصدارة في هاد الانتخابات، ويعني ما يوقعوش حتى هما في نفس الخطأ. غادي نرجع مرة أخرى للانتخابات في مولاي يعقوب، وغادي نتكلم على يعني من بين الهفوات اللي ارتكبها حزب العدالة والتنمية، هو أن هاد المسؤولين الجدد اللي جاوا من بعد الفترة ديال رئاسة عبد الإله بن كيران للحزب كانوا كيتعاملوا بنوع من الطغيان، يعني حتى داخل الحزب ولات واحد النوع من الديكتاتورية داخل الحزب. في مولاي يعقوب حزب العدالة والتنمية الانتشار ديال السمعة ديالو ويعني المقاعد اللي كان كيجيبها دائما خلال الولايتين السابقتين كانت بفضل شاب واحد الاسم ديالو هو يوسف بابا، وملي قربت الانتخابات بدا قوة الفهامات وصدق يعني السي يوسف بابا خارج من الحزب، مشى للحركة الشعبية ودا معاه مولاي يعقوب بأكمله. يعني أكيد أن الحزب السمعة ديالو كانت في الحضيض، لكن حتى المسؤولين الجدد داخل الحزب حتى هما زادوا غرقوا الشقف للحزب. اذا هذه غير بلاصه وحده اللي هي مسقط الراس ديالي، ها شنو اللي وقع فيها، ها وحده من الاسباب اللي خلات الحزب ينهار، لانه في وقت عبد الاله بن كيران كان الحزب كيعتمد على الناس اللي عندهم مردوديه اللي كيخدموا الحزب اللي كانوا سبب في التعريف بالحزب في المحيط ديالهم في المنطقه ديالهم في المدينه ديالهم، لكن ملي كيدخلوا البيعه والشرايه للحزب وكيوليو يفكروا في المصالح الشخصيه ديالهم وتيوليو كيفكروا في انهم يقربوا فلان لانه عندهم مثلا علاقه عائليه علاقه صداقه، مقارنه مع واحد اخر اللي عنده فقط راس المال ديالو هو انه كيخدم الحزب بصدق. ايضا الخلفي يعني النتائج اللي حققها الحزب ولا حققوها مجموعه ديال الوجوه المعروفه داخل الحزب هي فقط كتحقق ديك الرؤيه ديال السي خالد الجامعي رحمه الله الصحفي القدير، اللي نتأسف على يعني ذهابه باكرا وما استطاعش انه يحضر لهذه اللحظه هذه ويشوف بام عينيه الشيء اللي كان كيتكلم عليه ولا الشيء اللي كان كينتظره، هو ان حزب العداله والتنميه
غادي يخرج من الباب الصغيره. اذا علاش درت هذه المقدمه وبغيت نتكلم على هذه النقاط هذه، ماشي تشفيا في حزب العداله والتنميه، ولكن خوفا من ان حزب الاحرار، حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال إلى شاركوا بثلاثة بهم في الحكومة وكانت عندهم أغلبية مريحة، أنهم يوقع لهم الشيء اللي وقع لحزب العدالة والتنمية، أنه ينتابهم هذا النوع هذا من الغرور اللي كان يلازم أعضاء حزب العدالة والتنمية، وحتى على رأسهم يعني السي بن كيران اللي كان في كل مرة وكأنه تيذكر المخزن وتيذكر الشعب بأن حزب العدالة والتنمية هو السبب في استقرار المغرب، وبأن حزب العدالة والتنمية هو الذي كان سببا في أن المغرب نجا من الربيع العربي. وهذه أمور كلها مغلوطة. يعني الحزب جاء في واحد الفترة اللي الناس كلهم مشاو مع التفكير بأن اللي كي يعني اللي كيتكلم باللغه ديال الدين واللي كيحمل شعارات ديال الدين ما يمكنلوش يسرق، ما يمكنلوش يخذل المجتمع، ما يمكنلوش يخون العهود اللي كيقطعها على نفسه. والناس داروا الثقه ديالهم في هذه الاحزاب هذه، ماشي غير في المغرب بل في تونس، في ليبيا، في مصر، في مجموعه ديال الدول. اذا كان واحد التيار عالمي ديال اننا غادي نختاروا الناس اللي هما عندهم خطاب ديني، غادي نخليهم هما اللي يتكلفوا بتدبير الشأن العام، لكن غادي تبين من بعد بأن هاد الناس هادو ما عندهم حتى شي تجربة في تدبير الشأن العام، وبأن داك الحماس ديالهم عاونهم باش أنهم فعلا يربحوا الانتخابات، ولكن ما عاونهمش باش أنهم يوفيوا بالوعود ديالهم. يعني مثلا إنسان تيكون في المعارضة كينتقد كل شيء، ولكن ملي كياخذ بزمام الامور وكتحمل المسؤوليه كيولي كلام اخر. اذا هذا الشيء كنتي كتقول عليه بانه ما خدامش، ايوا يلاه خدمه. فاذا هذا الغرور هذا اللي اصاب حزب العداله والتنميه هو اللي وصلوا للشيء اللي وصل ليه اليوم. اكيد ان ما نحتاجوش حنا شي شينوي يجي يشرح لنا ويقول لنا بان راه تعطات الرشوه وتعطاو الفلوس، وبان الحزب الفلاني وصل بالفلوس والحزب الفلاني وصل بالطريقه الفلانيه، هذا الشيء حنا عارفينه كامل. ولكن رغم ذلك في 2011 راه اجتمعت 8 احزاب باش تهزم حزب العداله والتنميه ولم تهزمه. اذا اليوم اذا كان حزب العداله والتنميه اخفق في تحقيق نتائج ايجابيه، فهو كحزب كيتحمل حصه الاسد من المسؤوليه في هذا الامر. واش منيب حصلت؟ لا، منيب ما نجحتش. اليوم يعني هذه المرحله هذه ما بين الاعلان عن النتائج واعلان ملك البلاد عن رئيس الحكومه هي مرحله ديال التريوت، يعني كيخصنا نرتاحوا فيها. الان ما بقاش عندنا يعني راي غادي نعطيوه واللي غادي يقدر ياثر في المشهد العام، لأن المسألة الآن تتوقف على القرار الملكي. الملك هو الذي سوف يعين من سيكون رئيسا للحكومة المقبلة. الملك هو اللي غيكلف واحد من حزب الأحرار باش يشكل الحكومة، وهذا واحد النقطة اللي هي غير واضحة بالنسبة للناس اللي هما الأتباع ديال السيد عزيز أخنوش، ماشي ديال الأحرار ولو أنهم في حزب الأحرار، ولكن لا يعترفون الا بالشخص، لا يعترفون بالحزب، وما عندهمش ثقافه نضاليه وثقافه ديال الانتماء لواحد المجموعه، لا تعرفوا شخص واحد اللي هو السيد عزيز اخنوش. هناك احتمال ان السيد عزيز اخنوش يكون هو رئيس الحكومه المقبله، ولكن الاحتمالات الاخرى حتى هي كتبقى وارده. ممكن ان جلاله الملك ينادي على بن شعبون، ولا ينادي على مولاي حفيظ العالمي، ولا ينادي على شي شخص اخر من الحزب، وهذه الامور كلها ينص عليها الدستور، وهذه صلاحيات تمنحها الدستور لملك البلاد. اذا في انتظار ان يعلن ملك البلاد عن الشخصيه التي سوف تتكلف بمهمه انشاء او تشكيل الحكومه
غادي ناخذوا واحد القسط من الراحه من الحديث في امور الانتخابات والنتائج ديال الانتخابات، وستكون لنا عوده ان شاء الله بمجرد ما يتم تعيين الشخص المناسب لتشكيل الحكومه، كيقول السي رشيد لكل زمان رجالته. اذا اكيد ان وصول حزب الحمامه الى رئاسات الحكومه يعني غادي يخلي المغاربه كيتسناو تنفيذ كل الوعود اللي قطعها على نفسه هذا الحزب، اللي من بينها 2000 درهم لكل مواطن. غنعطيو 2000 درهم لكل مواطن، ولا ما وفيناش بهذا الوعد ضربونا بالحجر. هذا يعني احد الاعضاء البارزين داخل الحزب اللي صرح بهذا التصريح. كاين ايضا خلق مليون منصب شغل في يعني في اطار الحمله الانتخابيه، كان هذا وعد من الوعود، وباش يعني ان حزب يلقى واحد الطريقه باش انه يخلق مليون منصب، هذا امر عظيم وامر كبير جدا. استعمال المال، واش الرشوه تتعطى في دول بحال كندا بحال الولايات المتحده ام لا؟ الرشوه حنا تنتكلموا عليها بزاف لاننا كنشوفوها بعينينا. صباح الخير على الجميع. سي هشام صباح الخير، راه تقاني قبيله حدا الكاميو. قلت كنتكلموا حنا على الرشوه لاننا تنشوفوا بنادم كيجبد الفلوس وكيمدها لواحد اخر وكيتصور وكيتفضح وكيتشد الى اخره. لكن في الولايات المتحده الامريكيه باش الرئيس يدير الحمله ديالو وخاصو يعني ملايين ديال الدولارات باش يديرها، كيمشي كياخذ الفلوس من عند الشركات ديال السلاح، ويعني مجموعه ديال الافلام الهوليووديه اللي شفنا، يعني الشركات ديال السلاح تيشرطوا على الرئيس تيقول له غنعطيك الفلوس باش دير الحمله الانتخابيه ديالك باش تنجح في الانتخابات، ولكن بمجرد ما تنجح تدبر لنا على واحد الحرب ولا جوج ديال الحروب باش نفجروا في هذاك الاسلحه ديالنا ونعاود ننتجوا اسلحه جديده ونبيعوها لك انت كرئيس ديال هذه الحكومه هذه. مثلا حنا عندنا في كندا عندنا الشركات ديال البترول اللي هي شركات قويه، عندنا مؤسسات اللي هي ضخمه اللي هي كبيره. القانون تيفرض على ان المساهمات تكون محدوده في واحد المبلغ اللي هو صغير جدا باش ما تعطاش هاد الملايير وباش ما تعطاش، ولكن كيبقى هاد النفوذ هذا ديال ان مثلا كتلقى واحد في شركه عنده 3000 ديال العمال اللي كيشتغلوا معاه، فكيفرض عليهم ان كل واحد يعطي داك لو مونطون مينيموم، داك المبلغ الصغير يساهم به وكيعاود هو يردوا ليه، ولا المهم انك كاين البيع والشراء، كاين طرق ديال اعطاء الرشوه للمترشح، ولكن ما كيتهضرش عليها بزاف، يعني تتم الاشاره اليها مره. ما احنا في المغرب كنهضروا عليها بزاف لاننا كنشوفوها. اذا الان المسؤوليه كامله كتوقع على الناس اللي كانوا يعني تيروجوا لهاد الحمله الانتخابيه ديال حزب الاحرار، وكانوا كيقنعوا المغاربه باش يصوتوا على حزب الاحرار لانه غيدير كذا وكذا وكذا وكذا. الان يعني المسؤوليه الصحفيه والمسؤوليه الاعلاميه تقتضي ان هاد الناس هادو اللي لقبهم سي بن كيران بالنقافات تقتضي باش انهم اليوم يمارسوا حق الرقابه الصحفيه، انهم يتبعوا حزب الاحرار ويوقفوا على ان هاد الحزب هذا غادي يطبق الامور اللي وعد بها المغاربه كاملين. مجموعه ديال الاصدقاء ديالي المقربون ايضا الوجوه اللي هي معروفه في مواقع التواصل الاجتماعي عندهم واحد الى حد ما واحد النوع من الامل، تيقولوا بان هاد صحاب الفلوس غادي يجيب الله التيسير معاهم وغادي يروجوا الحركه وغادي يطلقوا الفلوس وغادي تحرك الفلوس في المغرب الى اخره. عني انا التجربه الخاصه ديالي، انا جالست واحد العدد قليل من لي زارشي ملياردير، الناس اللي عندهم الملايير بزاف، ويعني خلال هذه التجربه المتواضعه جدا تستشعر وانت جالس مع هذا الشخص اللي كيملك الاموال الطائله مغربي ولا غير مغربي، وفي بعض الاحيان وبعض اللحظات ينتابك واحد الشعور انك تقلب في جيبك الى لقيتي شي 20 درهم ولا شي 50 درهم تعطيها له تعاون معاه بها، تقول له هكا 50 درهم
شي اللي عندك شي ديون شي 200 مليار ديال الديون ولا هذا تخلص خلص بها انا نتعاون معاك. يعني مهما بلغت الثروه ديال الانسان سواء كان مغربي ولا كندي ولا افريقي مهما بلغ الثراء ديالو دائما الراس ديالو كيكون منحصر في اشنو خاصو ماشي اشنو عنده. هذاك الشيء اللي عنده راه عنده راه سد عليه ما غاديش يهزو غادي يبدا يشتتو عليك، ولكن اشنو اللي باقي خاصو مازال ما اكتسبوش. اذا في الاخير غادي نختم بما يلي. السي عزيز اخنوش انا دائما كنت كنردد على اننا ننتقده ماشي كرها فيه، ولكن مخافة من ان لا يتوفق في مهمته. اليوم في حالة ما اذا تم تعيين السيد عزيز اخنوش من طرف ملك البلاد باش يشكل الحكومة، اول اجراء واول شيء سوف نطالبه انه يقوم به هو انه يقول لنا شكون هي الجهة وشكون هو الشخص أشكون المؤسسة اللي غادي تشرف على تدبير المال والأعمال ديالو. هذا حق من حقوق المواطنة، حق ديالنا أننا نعرفه. بزاف ديال رجال الأعمال اللي زادوا السياسة اللي هنا في كندا ولا في الولايات المتحدة أول ما كيدير تيقول بأن المشاريع ديالي غيشرف عليها فلان وفرتلان أو لغة تشرف عليها الوكالة الفلانية. إذا نبغيو نعرفوا سي عزيز أخنوش شكون اللي غادي يشرف على ما تملكه في قطاع المحروقات، شكون اللي غادي يشرف على ما تملكه في الأكسجين، واش هناك نية تأميم هذا القطاع هذا، واش كاين نية ديال أن هذا القطاع لأن المغاربة أحوج إلى الأكسجين من النسبة ديال الاحتياج ديالك أنت الفلوس اللي كتجنيها من هذا الأكسجين. واحد ناعس في السبيطار وخاصو الاكسجين باش يبقى على قيد الحياه، انت محتاج لهاد الشركه هذه باش تدخل منها الاموال. اذا شكون اللي اولى بهذه الماده؟ المواطن. اذا واش هناك تفكير في اعاده هذا القطاع هذا ولا هذا المنتوج هذا ولا هذه الشركه هذه الى الدوله باش تصبح كتخدم المواطن بالمجان وكتوفر للمستشفيات ديال المغرب ما يكفي من كميات الأكسجين دون أن يكلف هذا الأمر أي فلس للمواطنين. إذا هناك مجموعة ديال الأمور اللي تنظن إلى خطاها السي أخنوش غادي يسهل ديك العملية ديال إعادة الثقة أو إعادة غير واحد النسبة قليلة اللي هي ضرورية من الثقة مع المواطنين ومع الناس اللي تيرفضوا رفضا باتا انه يكون رئيس ديال الحكومة. ملي كيتولى حزب من الاحزاب ولا رئيس كيولي هو رئيس الحكومة كيصبح رئيس حكومة كل مكونات الشعب بما فيها الاحزاب المناهضة له او المنافسة له بما فيها الناس اللي ما باغيينوش. اذا سي اخنوش كتنتظروا مجموعة ديال القرارات اللي خاصو يتخذها خلال الأيام الأولى خلال الأسابيع الأولى باش يعطي واحد الإشارات للمواطنين وللمنتقدين بأنه فعلا على حسن نية وبأنه جاي باش يخدم. سي أخنوش تنعرفوا لا ميسيون ديالو، جا باش يحيد حزب العدالة والتنمية، ما استطاعش بالسهولة اللي كان كينتظر بها تنفيذ الأمر، اليوم تمكن من ذلك. إذا خاصو الآن يشتغل على خلق واحد القرابة واحد التقارب مع بقية المواطنين الناس اللي راهم تيبغيوه راهم تيبغيوه، ولكن راه كاين واحد النسبة اللي لا يستهان بها من المواطنين اللي هما غير راضون عليه كشخص وغير راضون على الطريقة اللي وصل بها لرئاسة الحكومة. ما نساوش بأننا رحنا وصلنا للمحطة الثالثة في مسلسل ديمقراطي، يمكن نقولوا عليه الشيء اللي بغينا نقولوا ننتقدوه كما بغينا ننتقدوه، ولكن تيبقى في حد ذاته انجاز كبير. تنظيم الانتخابات في ظل الجائحه، بزاف ديال الدول باغا تنظم الانتخابات ولكن جائحه الكوفيد خلعها. اذا هذه ايضا نقطه يجب الاشاده بها. طبيعة الحال كانت هناك خروقات من طرف الاحزاب، كانت تجمعات غير قانونيه، كاين خرق للاجراءات الصحيه، ومع ذلك يجب تسجيل هذه النقطة أن المغرب ملكا وشعبا استطاعوا باش أنهم
يخطون خطوة إلى الأمام. إذن هذا المسلسل الديمقراطي عنده حارس واحد، ماشي هو حزب العدالة والتنمية، ماشي هو حزب معين، ماشي هو وزير معين، ماشي هو رئيس حزب معين. الضامن لهذا الاستقرار والضامن لهذا الاستمرار هو ملك البلاد. إذن عيوننا على الأحزاب التي فازت بالانتخابات، ويعني كي كيقولوا الفرنسيين اون فادوني لا شونس او كوغور، غادي نخليهم يجريو وحظ سعيد الى تم تنفيذ هذه الوعود الانتخابيه. حنا راه غادي نرجعوا للور وغادي نخليهم يشتغلوا. الا كانت هذه الوعود فقط من اجل الوصول الى رئاسه الحكومه والوصول الى الكراسي، راه غادي نقوموا عاوتاني بالدور المفروض علينا اننا نقوموا به، الا وهو يعني الحوايج اللي خاصهم يتقالوا راه غادي نقولوهم. اذا تبارك الله عليكم، وسعيد جدا انه كنتم معنا حتى صبح عندنا الحال. كنتمنى لكم التوفيق، وكما قلت لكم غادي نتوقفوا عن الحديث الى حين تعيين رئيس الحكومه من طرف ملك البلاد. غادي نتمنوا ليه التوفيق ايا كان، كان اخنوش، كان مولاي حفيد العالمي، كان شخص اخر، كنتمنوا ليه التوفيق في المهمه ديالو، وكنتمنوا ان المغرب والمغاربه يعيشوا واحد الظروف اللي هي احسن من الظروف اللي عشناها من قبل، وبان هذا التشنج اللي هو كاين ما بين السياسيين والمواطنين يتبدد، يعني نمروا لواحد المرحله جديده، مرحله الانسجام ما بين ما هو سياسي والمواطن. والبناء راه تيجي بالتعاون، كيجي بحسن النيه تجاه الاخر، ولكن هذه حسن النيه هذه راه كتوقف على السياسي، هو اللي خاصو يرسل اشارات للمواطن بانه فعلا راه جا من اجل تنفيذ ما وعد به. اذا تبارك الله عليكم، نهاركم سعيد، الى اللقاء.